وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على صالة النادي استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات بطولة الدوري العام. ويتوجه فريق الطائرة إلى الإسماعيلية ظهر الخميس المقبل ويؤدي ميرانه في نفس اليوم على ملعب المباراة. ويبحث الأهلي عن الفوز بأية نتيجة على الزمالك لحسم تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي. قال حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إنه سعيد بنتائج معسكر سلوفينيا الذي يخوضه الفريق استعدادا لبطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من الرابع وحتى السادس عشر من مارس المقبل. وأضاف: حققنا أهدافنا من المباريات الودية الثلاث التي خضناها في معسكر الفريق في سلوفينيا، ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الودية الرابعة والأخيرة اليوم أمام إحدى الأندية النمساوية. وأوضح أنه يقوم كل مباراة بتجربة جميع العناصر الموجودة بالفريق من أجل تجهيز الجميع لبطولة إفريقيا القادمة. قال بهاء البنا مدرب فريق ناشئات طائرة الأهلي 16 سنة إنه يتطلع لتحقيق أول بطولة لهذا الجيل من خلال حصد بطولة الجمهورية. وأضاف: هذا الجيل من اللاعبات لم يحقق بطولة من قبل، ومن ثم تعاهدنا على ضرورة حسم لقب بطولة الجمهورية هذا الموسم لصالحنا. وأوضح أن الفريق حقق بداية مبشرة بالفوز أمام وادي دجلة، ونتطلع لاستكمال الانتصارات في المجموعة أمام المقاولون وهليوفلس لمواصلة مشوار الزحف نحو النهائي. يدخل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الشمس بعد غد الخميس في قبل نهائي كأس مصر. ومن جانبه قال ياسر صلاح مدرب الفريق إنه فضل الدخول بالفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة من أجل الوصول باللاعبات إلى أعلى معدلات التركيز قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام الشمس. وأوضح أن مباراة الشمس مهمة للغاية، وأنه سيسعى خلال المعسكر الذي يمتد إلى موعد المباراة لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس، وأيضا تحديد طريقة اللعب المثالية لضمان تحقيق الفوز. قال إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية وليست سهلة كما يردد البعض. وأضاف: الجميع يسعى للظهور بشكل جيد أمام الأهلي، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات. وأوضح أن المستويات متقاربة للغاية بين جميع الفرق، ونتطلع في الأهلي لتحقيق هدف واحد فقط، وهو الفوز وحصد نقاط كل مباراة من أجل التتويج بدور السوبر. وذكر الألفي: نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونسعى لمواصلة الانتصارات، وتركيزنا بالكامل في المباريات المقبلة.